اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. O Allah, have mercy on my father and my mother and grant them their request and bless them with health and wellness and protect them and relieve them and open for them the doors of happiness in the two homes and grant them paradise. Ameen Ya Rabb. Allahumma arham abi wa ummi وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة.
اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم
وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة. اللهم ارحم أبي وأمي وأعطيهم سؤالهم وأنعم عليهم بالصحة والعافية واحفظهم وفرج عنهم وافتح عليهم أبواب السعادة في الدارين وارزقهم الجنة.